من باب حرص بنك الكويت المركزي على تقديم كافة الخدمات المصرفية للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد أصدرت التعليمات التالية: كل بنك يتعين عليه تخصيص فرع واحد على الأقل في كل محافظة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا الفرع يوفر أجهزة سحب آلي ويصدر بطاقات سحب وائتمان خاصة بأرقام حساب يتعرف من خلالها البنك على حالة العميل، بالإضافة إلى توفير موظف يتقن لغة الإشارة. ويوفر هذا الفرع خزائن أمانات للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقوم موظف الفرع كذلك بتوضيح كافة الحقوق والالتزامات والمخاطر بوسائل يستخدمها ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل التسجيلات الصوتية، لغة الإشارة، ولغة بريل، بدون أي رسوم إضافية مقابل هذه الخدمات. لا تنسون أن الأوراق النقدية تحتوي على زخارف بارزة يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة معرفة قيمتها من خلالها. تقدرون ترجعون حق موقعنا للاطلاع على تفاصيل الخدمات المقدمة من قبل البنوك للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولنكن على دراية.